FM. الكلمة ليك. كما قلت بكري وقع استهداف الوزارة هذه، ثم ولت هي الرهان الاستراتيجي للصراعات السياسية في البلاد، وقالوها، قالوا الأمن مش مضمون والجيش مش مضمون، ومعناها في التسميات النزاعات عليها. تو حزب ربح في انتخابات ديمقراطية وهو يحكم، حزب النداء ولا في أي بلد في العالم يحكم هو، والحكم يبدأ بالوزارات السيادية رغم وقوع انتخابات ديمقراطية شد العالم الكل بشفافيتها وحريتها. قالوا لا، وزارات السيادة ما تخوهاش، تكون عند شخصيات مستقلة بين ظفرين، وشفنا الاستقلالية متاعهم، من بينهم وزير فار عنده أشهر متهم في قضية خيانة عظمى وتآمر على أمن الدولة، كان راهو يعتبروه مستقل، كيما واحد آخر كان في وزارة العدل مستقل وبعد نلقاوه رئيس قائمة متاع حركة النهضة. لذوما لي توب كابافان. الكلمة ليك.